معانا اتصال. السلام عليكم. معانا اتصال استاذه هبه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي حلمين صغيرين كده. اتفضلي يا استاذه هبه. بنت اختي كانت حلمت، انا والدتي متوفيه، الله يرحمها، فهي حلمت ان في كان في طفل صغير ميت وهم واخدينه عشان يدفنوه. تمام. فبنت اختي جه في دماغها ان هو خالها عبد الفتاح، هو اخويا يعني، هو ده. فبتقول شويه ولقيته قاعد معايا في الاوضه يعني، مش هو. وبعدين بتقول شافت والدتي راحه يعني لابسه، بتقول بني، جلابيه بني وطرحه بني كده، بس الجلابيه بني فيها ورده صغيره كده يعني، كانت عندها اصلا. تمام. بس بتقول كان شكلها حلو يعني في اللبس، وكانت طويله وصحتها يعني، لان هي كانت ميته مريضه. فهي راح الله لها يرحمها. عماله بنت اختي بتقول لها انت شكلك مبسوطه يا تيتا، بتقول لها انا مبسوطه عشان ابنك معاك وكده. بتقول لها انا مبسوطه عشان ابني معايا وهتبسط اكتر لو انت جيتي معايا. بتقول حطت ايدها على رقبتها وفضلت تخنق فيها وعايزه تاخدها معاها. استنيني يا فبنت اختي بتقول استاذ هبه، هقطع المنام بتاعك. مين اللي بتخنق فيها الميته؟ بتخنق في مين؟ امي بتخنق في بنت اختي، بتخنق فيها. عماله تخنق فيها وبتقول لها عايزه تاخدها معاها. بعدين بنت اختي بتقول لما بتيجي تخنقني بتشوف وشها حد تاني، وش حد تاني بتتغير يعني، زي ايه؟ ما تخنق تعرفيش؟ يعني، ممكن وشها هي بتقول كانت عامله اقرب لشكل بنت اختي دي تمام. يعني، ما كانش وش والدتي. بتقول اول ما تشيل ايدها من عليا بترجع وشها زي ما هي. بس تمام. بتقول عماله تضغط على رقبتي قوي وانا خايفه، وعماله اقول لها يا تيتا طب لما اخلص امتحانات، انا لسه ما خلصتش، مع ان بنت اختي دي متجوزه ومخلفه يعني. تمام. فبتقول لقيت اختي من جوه امل اختها، بتقول لها يا تيتا انا خلصت وكده. فهي عماله مش عايزه والدتي تاخد بالها من اختها يعني، عشان مش تاخدها معاها وكده. بس والحلم خلص على كده. هي بنت اختك دي انت بتقول ان هي متجوزه ومخلفه، اه بتعاني من بعض المشاكل الموجوده دلوقتي في حياتها اه عندها مشاكل. مع جوزها؟ لا يعني يعتبر، طيب تمام. الطفل اللي مات، الطفل اللي مات كان معروف ولا مجهول؟ لا هي فكرته ان هو اخويا عبد الفتاح، اخوك وبعدين عبد لقيت اخويا ده قاعد معاهم في الاوضه بيتكلم مع امل مع اختها. اخوك عبد الفتاح ده عنده كام سنه؟ عنده 33. ما شاء الله. متجوز؟ اه بيصلي ولا منقطع عن الصلاة؟ لا الحمد لله، هو حاليا بيصلي، بس هو فعلا احيانا بينقطع ويصلي، بس الحمد لله هو ملتزم دلوقتي. طيب تمام. بص يا ستي الفاضلة، قولي لأخوكي عبد الفتاح أتمنى من حضرته إن هو ما ينقطعش عن الصلاة، ما يأثرش في ذكر الله. ليه؟ لأن لما يجي الولد يموت في المنام ويطلع إن هو أخوك اللي عنده 33 سنة، أولاً إن ممكن يحصل لأخوك بعض المشاكل، أو بتحصل بعض المشاكل، أو ربنا بيقول له يا عبد الفتاح يا حبيبي لو مت في المنام مش دليل إن حد ما يقول لك ده طول عمر، لأ. انظر الأول أنت بتصلي ولا ما بتصليش؟ كل الكلام ده لكم يا جماعة برضو، المنامات بتعلمنا، أنت بتصلي ولا ما بتصليش؟ لأن الموت هنا موت ذكر الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للإنسان اللي بيموت في المنام صلي، اذكر الله. انت مش عايش عشان تاكل وتشرب بس، ولا عشان تتجوز، ولا عشان تجيب الفلوس، لا، انت عايش علشان تذكر الله وتذكر ربنا سبحانه وتعالى وتصلي. فهنا إشارة لأخوك إن كان هو بيصلي، قولوا له التزم قوي في الصلاة. تمام كده. البنت اللي هي أمك رحمة الله عليها بتخنقها وكلام من ده، كنت انا ممكن اقول او مفسر يشوف المنام ده يقول ده ممكن الشيطان تلبس في هذه المتوفاه، ولكن لا، ده هي لابسه جلابيه بني، فهنا انا بقول وفيها ورد، انا بقول ان الست المتوفيه دي رحمه الله عليها يعني ان شاء الله مجبور خاطرها في القبر، ربنا هيجبر بخاطرها، ربنا هيريحها، ربنا هيرحمها. انا بحب اللون البني جدا في المنام.